طيب صناعة الفاشون دي هي عشان نفهمها بصح بشكل صح لازم نفهم هي مكونها ايه. اولا احنا بنشوف مين مصممين الازياء، فصناع دي ده بارت من الفاشون، ان مصمم الازياء ده ليه دور كبير جدا في صناعه الفاشون، الا وهو ان هو بيتابع منظمه الموضه العالميه، ايه الخطوط الموضه اللي ثالجه فيها، وايه الالوان اللي نازله في السنه دي، وايه السيم اللي طالع السنه دي. الفاشون ديزاينر ده بياخد الكلام ده هو بيترجمه على حسب الثقافه بتاعه بلده اللي هو ينتمي ليها. اذا هو بياخد الاساس اوكي ويبتدي يصنع الكوليكشن الخاص ببلده على حسب الثقافه بتاعه البلد بتاعه. فهنا دور ديزاينر هنا دور مهم جدا في ان هو يبتكر حاجه خاصه لبلده وتتلع بسيم وطباع بلده. طب هنقف عند النقطه دي تمام، وهسالك هل ده بيحصل عندنا هنا ولا احنا بناخد الموضه من جميع انحاء العالم ونحاول ان احنا نظبطها على حسب احنا معاييرنا ومقاييسنا؟ انت قلت سؤال مهم جدا، وده انا حابه جدا الحديث بتعمق في النقط دي، لان لازم نفهم ان احنا كبلد ثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا كتير، عندنا سبع حضارات طبعا. عندنا حاجات تقدري تطلعي منها ابتكارات رهيبه. مش كوليكشن ده، اقول لك مليارات الكوليكشنات كتير جدا. والدليل طبعا ان الديزاينرز العالميين بياخدوا منا احنا حاجه، مثلا لو تمثال حطيتيه لهم التمثال ده هيطلع منهم ملايين من الكوليكشنز. زهره اللوتس مثلا، زهره اللوتس لو الجعران، لو اخذتي اي حاجه من عندنا في الحضاره، حاجه من الحضاره صغيره، نقطه كلمه صغيره، هتلاقي بره مقتبسين منها افكار علشان يطلعوا منهم كوليكشن. وفي الاخر انا فلان ديزاينر فلان الفلاني فلان الفلاني، ومش مكتوب ان هم مصريين. هنا بقى السؤال الرد بتاعه الا وهو ان احنا دلوقتي في اهتمام بصناعه الفاشون في مصر، او في مدارس. انا خريجه ايطاليان فاشون اكاديمي مع خبيره الموضه العالميه استيفانيا، فهي استيفانيا عامله مدرسه هنا وزي غيرها كتير، انا مش عايزه اعمل دعايه، زي كايرو ديستريكت، زي ناس كتير قوي في مدارس متخصصه جدا ازاي تطلع فاشون ديزاينر. الثقافه دي ما كانتش موجوده، او الفكر ده ما كانش موجود، ما كانش فاهمين يعني ايه تطلع فاشون ديزاينرز. فاشون ديزاينرز ده مهام كتيره جدا، ومهامه دور مهم جدا 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 في صناعه الفاشون. طيب انا عايزه اعرف منك يا ايمان، انت بقى بداتي ازاي؟ يعني بدايتك بقى في عالم الفاشن والتصميم، تصميم الازياء وكده، كانت من امتى او من امتى؟ بايه؟ طيب انا اساسا خريجه سياحه وفنادق. تمام. بعد ما خلصت انا كنت عندي هوايه حته اللبس والستايلنج وقصه الاوبن داي. كنت ساعتها في الوقت ده هو كنت لسه جايبه بناتي، وما كنتش فاضيه، متفرغه قوي، بس كنت بفرج بقى انا عايزه اطلع بره اتعلم ديزاين ازاي ابقى ديزاينر. كان في ساعتها نور ومهند، فكان دايما نور تعمل سكتشات، فكنت متشوقه جدا ان انا ابقى ديزاينر زيها. وفعلا عملت ريسيرش علشان اطلع اشوف بلد اقدر ادرس فيها فاشون. فكان في كورس في لندن اخده 3 اشهر، كنت لسه جايبه بنوتي صغيره فما قدرتش، بس سبحان الله في الوقت ده حصل ان انا عرفت ان في ميدان المساحه اكاديميه لصناعه الموضه، طلع كانت حاجه جديده بعد الاف دي سي في وسط البلد. فروحت طبعا نوال الدكوي، فروحت درست فيها، وبعد كده درست عرفت ان استيفانيا عامله حاجه خبيره، عملت يعني بعد ما درستي في المكان الاولاني رحتي المكان الاولاني يميز ان هو بيدي باترون فرنساوي، والمكان الثاني بيدي باترون ايطالي اللي هو قريبا من تخصصات اكتر يعني قريبا من الباترون المصري يعني. أيوة. فانا اخذت 3 سنين هنا، واخذت السنه هنا هو، واتخرجت منهم وابتديت اعمل فاشونيتا، وبعد كده ابتديت مشواري في الفاشون. تخصصت بعد ايه يعني، كان ليه فضل كبير جدا ليا زهير مراد من اللي هو الفنان العالمي. كان ليه فضل كبير جدا ان هو يواجهني، لانك انت بعد ما بتدرسي بيبقى في تخصصات. انت بتتخصصي يا اما فساتين زفاف، يا اما فساتين سواري، يا اما كوتشور، يا اما ريدي تو وير، يا اما هوم وير. الحاجات اللي انت بتتخصصي ليها انت بتحدديها. بعد ما بتتعلمي بتاخدي البيزك، بتشوفي ايه اللي انت خطوطك السكتشات بتاعتك تقدري تعمليه شبهك. طب ايمان